منذ أيام قليلة أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن طرح 2000 ما يقرب من 2000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، وده الحقيقة خلانا نبقى برضو مهتمين نيجي هنا للحي السكني. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا دي العمارات، احنا هنا في منطقة الوحدات السكنية العمارات. بالنسبة للعمارات، احنا كل عمارة هنا بتتكون من بدروم، دور أرضي، وسبع أدوار متكررة. كل دور، الدور كله مساحته 580 متر، وتتراوح مساحات الوحدات من 130 ل 180 متر مربع. الشقق في العاصمة الإدارية هنا بنتكلم على أنها بتضم ريسبشن، ثلاث غرف نوم، حمامين، ومطبخ، وغرفة نوم بحمام مستقل، وطبعا مع البلكونات. ده هنا فيما هو متعلق بالوحدات السكنية. لاحظنا الحقيقة لما جينا هنا اللي هي العمارات، يعني لاحظنا هنا انه في لاندسكيب حلو، في خضرة، وفي مسافات ما بين العمارة والتانية، يعني في هنا مساحات كبيرة. يعني احنا يمكن لسه ما دخلناش جوه، في جوه طبعا لسه عمارات كتير تحت الانشاء. هنا دي الواجهة اللي هي تعتبر يعني خلاص في المراحل النهائية، أعتقد ربما فاضل على التشطيب النهائي، لكن في النهاية حسينا إنه المنظر العام هنا للعمارات بيوحي يعني إن شاء الله بمنطقة أو مناطق سكنية مختلفة إلى حد كبير. مسجد الفتاح العليم، أكبر مسجد في مصر وأحد أكبر مساجد الشرق الأوسط. بالفعل بيجري الآن الانتهاء من التشطيبات الداخلية المتعلقة بالقباب والمآذن، والحقيقة أنه هذا المسجد صمم ليتسع لحوالي 6300 مصلي، عدد كبير طبعا. هذا المسجد له 6 مداخل ومدخل جانبي لمصلي السيد وصلى السيدات بالدور الأول، وفي ساحة للصلاة الخارجية تتسع ل 3400 مصلي، ومعاها أيضا بدروم بيضم مصلى رجال ل 1200 مصلي ومصلى سيدات ل 300 مصلي. في هذا المسجد أيضا يوجد متحف للرسالات السماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصف، ويضم المسجد عدد 4 مآذن بارتفاع 90 متر للمأذنة، وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33 متر وارتفاع 28 متر. في عندنا أيضا عدد 4 قباب ثانوية لصحن المسجد بقطر 12.5 وارتفاع 10 متر. الحقيقة أنه في المجمل، لأنه الكل بيتساءل عشان يبقى أحد أكبر مساجد الشرق الأوسط مساحته هتبقى قد إيه، في المجمل بيقام المسجد على مساحة حوالي 122 ألف متر و 400 متر. هذه هي المساحة التقريبية للمسجد. تعالوا ندخل مع بعض نشوف كده جوه. طبعا البنا شغال زي ما قلنا، وجاري الانتهاء ان شاء الله على التشطيبات الداخليه للمسجد. تعالوا ندخل جوه نشوف الشغل جوه والبنا وصلوا لايه. يلا بينا. هو من يعني من لحظة أن تطأ قدمك إلى داخل المسجد تشعر بمساحة شاسعة. إحنا بنتكلم إحنا داخل المسجد دلوقتي، فدخل حرم المسجد، يعني لا مساحة شاسعة الحقيقة. في طبعا السقف
او السيلينج فيه طبعا اجزاء كبيره منه خلصت. شيء عظيم الحقيقه انه انت تكون لسه، وده حقيقي مش مجامله يعني، انه انت تكون لسه من سنتين بتسمع انه في او بتسمع وعد بانشاء اكبر مسجد واكبر كنيسه، وانه تكون محظوظ انك تيجي بنفسك بحكم عملك تكون موجود في مناطق العمل ومناطق الانشاء. انا جيت الحقيقه من حوالي سنه ونص تقريبا او سنه وشهرين، جيت العاصمه الاداريه الجديده، ما جيتش لا الكاتدرائيه ولا المسجد، لكن جيت الحي السكني وتمشينا، وكان لسه طبعا في بدايات العمل فيه. يعني الناس كلها الحقيقه شغاله بكل اخلاص وبحيويه. للامانه ما فيش حد هنا شفته مش مبتسم. العمل ظروفه صعبه وده الطبيعي، لكن في النهايه انت بتخلق حاله جديده. هو مشروع يستحق ان نتوقف عنده ونتكلم عنه، نعرف الهدف منه، المخطط ليه ايه، ننظر اليه ربما بنظره او برؤيه استثماريه اكتر منها فكره انه بوفر سكن للناس. لا، انا بتكلم على مشروع بننظر اليه باستثمار اكبر، بننظر اليه بفتح المجال لعماله، ناس تشتغل. دي اجواء العمل هنا، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نتنقل من مكان لمكان. العاصمه الاداريه شرحنا طبعا خلال جولتنا النهارده ربما يعني مساحتها وابعادها الكتيره، الاحياء هنا متقسمه لايه. الحقيقه انه بين حي لحي تاني يعني بين البرلمان مثلا ومجلس الوزراء لا مسافه شويه، بين البرلمان او مجلس الوزراء او بين البرلمان والمسجد هنا مشينا كتير بالعربيه. فحضرتك عمال بتتنقل من مكان لمكان هادفا انك تشوف رؤيه اوسع وتفرح اكتر بمشروعات يا رب ان شاء الله نتمنى ان تؤتي ثمارها باذن الله ويكون فيها فائده علينا جميعا. كده خرجنا من مسجد الفتاح العليم وسعداء جدا ان احنا نكون قدمنا الجوله المختلفه دي النهارده مع حضراتكم من هنا من العاصمه الاداريه الجديده، على امل ان احنا ان شاء الله نلتقي في جولات اخرى كثيره نلقي فيها الضوء على ما يقوم به المصريون من مشروعات، من افكار حتى وطموحات، في النهايه بنحاول ننفذها بالايادي المصريه والسواعد المصريه. بشكركم على حسن المتابعه، تحياتي ليكم منا فاروق، تصبحوا على خير.